مرحبا بكم مشاهدينا في وسط الخبر، معي مصباح رجرج ومعي أسرار السويسي. والبداية مع العناوين. وحدات تابعة للقيادة العامة تطلق عملية عسكرية وتصادر عناصر من المعارضة التشادية في النطاق الحدودي الجنوبي. عملية تأمين الجنوب هل ستتحول لعملية وطنية شاملة؟ ولماذا سارعت فرنسا لنفي مشاركتها في العمليات؟ مرحبا بكم مشاهدينا في برنامجنا وسط الخبر. وفي قضيتنا اليوم، على رمال أكثر سخونة يتحرك الجنوب الليبي هذه الأيام مع بلوغ الأوضاع عند الحدود التشادية الليبية نقطة خطيرة. تطورات بدأت قبل أيام ومع تحول الحدود التشادية الليبية إلى كتلة لهب بانتشار متمردين تابعين لمجلس القيادة العسكرية لإنقاذ الجمهورية التشادية المتمرد على الحدود بين البلدين، ما دفع المجلس الانتقالي التشادي برئاسة محمد إدريس ديبي إلى توجيه ضربات عسكرية لهم، حيث اتجه الجيش الليبي إلى تأمين الحدود عبر شن عمليات عسكرية ليست الأولى من نوعها، وإن كانت مختلفة في العتاد والعدة التي استعدت بها لمجابهة تلك التطورات. وأعلن الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري عن إطلاق عملية عسكرية لتأمين الحدود الجنوبية للبلاد، وذلك بسبب التوترات الأمنية التي تشهدها دولتي النيجر وتشاد المحاذيتان لليبيا. وأرجع الجيش الليبي هذه العملية العسكرية إلى التوترات السياسية والأمنية التي تمر بها دول جنوب الصحراء، وقال إنها أدت إلى ضعف سيطرتها على حدودها البرية، مما ساعد في تحرك خلايا الجماعات الإرهابية والإجرامية بشكل واضح. وأفصحت شعبة الإعلام الحربي قصف سلاح الجو تجمعات المعارضة التشادية جنوب البلاد، فيما جرى إنزال جوي لفرقة مظلات قرب جبال كالنجا القريبة من الحدود التشادية. نعم أسرار، وتأتي العملية على زيادة الاضطرابات على الحدود في الأيام الأخيرة بين ليبيا وتشاد، مع تجدد المعارك بين الجماعات الإرهابية المتمردة التي تتواجد في قواعد بجنوب ليبيا بين الجيش التشادي. وفي السياق، أعلن مجلس النواب في بيان له عن دعمه للعملية العسكرية في الجنوب لتأمين الحدود الجنوبية للبلاد. بالمقابل، أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أعلن حالة الطوارئ في المناطق الجنوبية القريبة من الحدود مع النيجر وتشاد في ظل التوترات التي يشهدها البلدان المجاوران. وأشارت الداخلية إلى أنها تعمل بالتنسيق مع القوات المسلحة لمنع استغلال تردي الأوضاع والوضع الأمني في النيجر من قبل المنظمات الإرهابية والتشكيلات الموالية لها من القيام بأي نشاط خارج عن القانون أو أي عمل يهدد سلامة المواطنين. بحسب مصادر صحفية، فتعتزم قوات عسكرية من المنطقة الغربية للالتحاق بالعملية العسكرية في الجنوب، وعلى رأسها اللواء 3 أربعات قتال. فيرى مراقبون أنها فرصة ذهبية لتوحيد المؤسسات العسكرية عبر الاشتراك في عملية عسكرية مشتركة تهدف إلى إطفاء نوع من الثقة بين الأطراف العسكرية المتنافرة منذ العام 2014 مصباح. ويرى خبراء عسكريون وأمنيون أن وصول نائب وزير الدفاع الروسي إلى بنغازي شرق البلاد مباشرة بعد قصف المعارضة التشادية من قبل السلطات الرسمية في تشاد يؤكد أن الجنوب الليبي على صفيح ساخن، خصوصا أن فاغنر التي سبق لها وأن دعمت القيادة. ولم يخفي متخصصون في الشأن الليبي تخوفهم من تحول جنوب البلاد إلى ساحة صراع دولي ملتهبة. فوفق تعبيرهم، جاء تدخل الجيش التشادي ضد عناصر المعارضة له في الجنوب الليبي بدعم فرنسي، قابله حضور عسكري روسي سريع متمثل في وصول نائب وزير الدفاع الروسي إلى بنغازي، باعتبار أن جنوب ليبيا تتمركز به فاغنر الروسية أيضا. الحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الباحث أول بالمركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية محمد السنوسي، والمحلل السياسي فيصل بوريغا، وزير الداخلية الأسبق العميد أحمد بركة، كذلك المتحدث باسم الغرفة الأمنية اللواء عبد الله العكشي. سأبدأ معك لواء عبد الله، مرحبا بك ومرحبا بجميع ضيوفنا. لواء عبد الله، ما تفاصيل العملية وما
أهدافها تحديدا؟ ولو تصف لنا الأوضاع الأمنية الآن في الجنوب والاستعدادات لأي طارئ. أهلا وسهلا بك يا أختي، وأهلا وسهلا بالطاقم القناة بالكامل. طبعا يا أختي، إحنا كوزارة الداخلية وكرجال لوزارة الداخلية مهمتنا كتفا بكتف بجانب القوات المسلحة العربية الليبية. طبعا المنطقة الجنوبية كما تعلمون تشهد تحركات غير طبيعية الفترة الأخيرة. وبالنسبة لما يجري في منطقة طبعا بالتحديد منطقة أم الأرانب والشركة الصينية بالتحديد، هذه شركة طبعا سكنية تأوي العديد من المساكن. ويقتنوها ناس أجانب طبعا مش ليبيين دخلاء في السنوات القادمة. أغلب هذه العائلات طبعا ينتهنون مهنة التهريب والسطو المسلح وغيرها من الجرائم الأخرى. طبعا أمس القريب أصدر السيد الفاضل وزير الداخلية قراره بتشكيل غرفة أمنية رئيس الشعب الليبي تضم كافة مديريات الأمن في الجنوب بما فيها مديرية أمن الشرقية. طبعا مديرية أمن الشرقية هي هذه اللي تحتوي على المناطق الجنوبية التي فيها الحدث الآن مثل منطقة أم الأرانب ومنطقة زويلة ومجدول وغيرها من القرى الجنوبية. طبعا احنا حاليا متواجدين في منطقة أم الأرانب، الأمور جيدة جدا، الحالة الأمنية جيدة جدا. استطاعت القوات المسلحة تحرير العديد من المواقع ومن ضمنها موقع يخص وزارة الداخلية وهو موقع خاص بقوات الدعم المركزي. وبفضل الرحمن الرحيم وبفضل رجال القوات المسلحة ورجال الأمن تم استرجاع هذا الموقع وطرد هذه العصابات الموجودة بداخله. ونحن مهمتنا واضحة، يعني أي مكان أو أي جهة تقوم القوات المسلحة العربية الليبية بتحريرها نحن نقوم بتأمينها مباشرة وكتفا بكتف بجانب القوات المسلحة. طيب ابقى معنا سيادة اللواء. بطبيعة الحال سوف نفهم منك بقية التفاصيل وعن العمليات العسكرية والأمنية التي ربما لازالت قائمة حتى الآن. أذهب للسيد محمد السنوسي، بداية كيف تقرأ المشهد الأمني في الجنوب الليبي في ظل التطورات الأخيرة؟ فوفقا للواء أحمد المسماري فإن العملية العسكرية جاءت على خلفية ما تمر به هذه المناطق والإقليم في نطاق دول جنوب الصحراء والساحل من توترات سياسية وأمنية واسعة طيلة الأشهر الماضية. لماذا تم إطلاق هذه العملية في هذا التوقيت بالذات؟ ونحتاج إلى قراءتك الأمنية إلى هذه التطورات. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا أستاذ مصباح وضيوف الكرام والمشاهدين. في البداية أودت لو سيادة اللواء المسماري في إطلاق هذه العملية أو قبل أن يشير إلى نتيجة أو استجابة الأوضاع الأمنية في جنوب ليبيا جنوب الصحراء، أن يتحدث أن الجنوب نفسه بصرف النظر عما يحدث جنوب الجنوب هو محتاج إلى عملية أمنية واسعة استجابة للتحديات الأمنية التي تراكمت في جنوب ليبيا نتيجة لتخلي المركز إذا جاز التعبير وهو العاصمة عن جنوب ليبيا والمنطقة الجنوبية للأسف أهملت على عبر كثير من الحكومات التي توالت على الحكم في الدولة ونتج عنها حالة أو سيولة أو هشاشة في الوضع الأمني. بالفعل أستاذ محمد، وهو ما دفعنا للتساؤل عن توقيت هذه العملية. فهذا الفراغ طبعا أحدث طبيعة الفراغ يملأ، يعني ولا يترك الفراغ هكذا، ملأ بجماعات مسلحة سواء كانت معارضة، بالمناسبة هي مجموعة من المعارضات ليس معارضة واحدة أو طيف واحد من المعارضة الشهرية. وعصابات مسلحة لها أهداف أخرى. السؤال الذي يطرح نفسه هو العملية بهذا الحجم، عملية تشمل الحدود الجنوبية لليبيا والتي تناهز 2700 كيلومتر، كان يفترض أن تنشأ لها غرفة إعلامية تكون على اتصال مباشر بالمجتمع وتحشد الرأي العام لخلق إرادة وطنية تقف خلف هذه العملية العسكرية. لأن عملية عسكرية بهذا الحجم محتاجة إلى الإجابة على كثير من التساؤلات المشروعة لدى كثير من الليبيين. مثلا لماذا في هذا الوقت؟
تزامنت مع احداث في جنوب الصحراء، تزامنت مع زياره نائب وزير دفاع روسيا، تزامنت مع تغيير في الجغرافيا السياسيه في منطقه جنوب الصحراء، توسع للنفوذ الروسي والصيني والتركي على حساب النفوذ الاوروبي. فهذا نعم. يحتاج الى اجابه من المسؤولين او القائمين على العمليه، سواء غرفه العمليات او على مستوى القياده العامه بشكل عام. نعم. فانا كنت اتمنى او وددت ان يعقد مؤتمر صحفي او تكون غرفه اعلاميه مصاحبه لهذه التحولات العسكريه والامنيه، تطلع الراي العام على ماذا يحدث لحظه بلحظه. نعم، وهذه الملاحظات بطبيعه الحال نوجهها بشكل مباشر الى القياده العامه والى الاجهزه الاعلاميه، الاعلام الحربي وشعبات الاعلام الحربي. من الضروره ان تكون الرؤيه واضحه بشكل كبير. طيب استاذ محمد السنوسي، ساعود مجددا الى اللواء عبد الله العكشي. لواء عبد الله، قراءات كثيره للعمليات العسكريه التي اطلقتها القياده العامه على الجنوب الليبي وتساؤلات كثيره كذلك. هناك من يذهب الى ان العمليه العسكريه ستشمل ايضا كبح جماح المهاجرين غير النظاميين وقطع طريق إمدادها بين دول الصحراء. من المستهدف من العملية بالذات لواء؟ أختي الفاضلة، طبعا بالنسبة للعمليات العسكرية أنا لا أستطيع الخوض فيها لأن هذه عمليات عسكرية صرف. نعم، لا أستطيع أن يخوضني في العمليات الأمنية وهو عملية التأمين. أي موقع يتم استرجاعه أو أي منطقة يتم تحريرها من هذه العصابات التي انتشرت في الجنوب الليبي، نحن مهمتنا تأمين هذه المواقع فقط دون غيره، وتأمين المنطقة بصفة عامة. وحسب معلوماتي أن هذه الحملة العسكرية لن تقف إلا إلى تأمين الحدود الليبية مع الدول المجاورة للجنوب. نعم. طيب سيادة اللواء، حضرتكم كغرفة أمنية تعتبرون الجبهة الخلفية للعمليات العسكرية التي تقودها القوات المسلحة الآن، يعني أحتاج إلى فهم بشكل أكبر أو توضيح للأمور الأمنية، كيف تجري لديكم هذه المناطق التي تم ربما مداهمتها، مطاردة واشتباك لهذه الجماعات؟ أيضا كيف ستكون الاستعدادات في حال استمرار هذه العمليات فترة أطول ربما؟ نحن مستعدين كرجال أمن في الجنوب الليبي بالكامل. اليوم كان عندنا اجتماع أمني في مدينة سبا الصبح، وتخرجنا العديد من القوات حاليا إلى الجنوب لحماية ظهر القوات المسلحة العربية الليبية. والحملة كيف ما قلت لك يا أخي مستمرة إلى تأمين الحدود الليبية بالجنوب الليبي مع دول الجوار بالكامل. وتستمر إن شاء الله إلى آخر حد في التراب الليبي بإذن الله. طيب، عانت مناطق كثيرة جدا وآخرها في مرزق من محاولة انتهاك هذه الجماعات إلى مقار حكومية، ومنها مقر السجل المدني في مرزق. وربما هذا قادنا إلى موضوع كبير جدا أثرناه في حلقات سابقة، وهي عملية تغيير الديموغرافي للديموغرافيا الليبية. الآن هذه المقار من سجل المدني من مقرات حكومية، هل هي الآن تحت حمايتكم حتى في المناطق التي تم تحريرها؟ لا أقصد القرى الصغيرة، لكن الذهاب إلى هذه المدن الآن. بالنسبة لمدينة مرزق، موضوعها حاليا في الخطة الأمنية، وهي من ضمن المناطق المستهدفة للتأمين بإذن الله. عبارة عن مسألة وقت عند استكمالنا لمناطق الجنوب الغربي اللي هي منطقة أم الأرانب وزويلة وتمسة والقطرون وتجرهي. بإذن الله وربي عندنا موعد في مدينة مرزق، وحيتم تأمينها إن شاء الله بالكامل واسترجاع جميع ما نهب منها بعون الله. طيب أستاذ لواء عبد الله العكشي، ابقى معنا، سنعود إليك. سأعود مجددا إلى السيد محمد السنوسي. العديد رحب بهذه العملية، وهناك من يشكك في قدرة تلك القوات على تأمين هذه المساحة الشاسعة من الحدود التي تمتد على قرابة 1800 كيلومتر تقريبا، إضافة إلى النقص الكبير في الإمكانات والاستعدادات. هل ستنجح العملية العسكرية بالفعل في تحقيق أهدافها أم تتطلب مزيد من تضافر الجهود؟ وكم تحتاج من الوقت حسب تقديرك وتوقعاتك للمشهد؟ المسماري قال لن تتوقف العملية حتى تحقق أهدافها. هل ستكون هذه العملية سريعة وخاطفة أم ستحتاج إلى الوقت أطول لتحقيق أهدافها، أم أنها ستحتاج إلى التمركز في المنطقة الجنوبية لمدة أطول؟ نعم أستاذ أسرار، بكل تأكيد
وجود القوة التابعة للدولة الليبية بصرف نظر تبعيتها شرقا أم غربا هو أمر مفيد للدولة ومفيد للمواطن وإرجاع لسيادة الدولة، هذا أمر لا نقاش فيه ولا قبيل للمزايدة فيه. ولكن بعيدا عن التفكير الرغائبي، مع احترامي لمن تفضل به سيادة اللواء، نعم، ولكن هذه العملية تحتاج إلى كثير من الدعم سواء على مستوى اللوجستي، نعم، أو على مستوى الإمكانيات أو على مستوى حتى المراقبة الجوية أو على مستوى التقنية. مسألة السيطرة على الحدود الجنوبية الممتدة قرابة 2700 كيلومتر حتى في الظروف العادية للدولة هي أمر جدا شاق، والدولة الليبية حتى ما قبل 2011 عانت صعوبات في مسألة تأمين الحدود فقط من الدخول غير الشرعي أو ما يسمى بظاهرة الهجرة غير الشرعية، ناهيك عن الدخول المسلح. فأعتقد أن من المفيد استفاف أو حشد للرأي العام أو تعبئة الرأي العام وإنتاج إرادة وطنية شرقا وغربا لتوفير الدعم وتحشيد كل الإمكانيات الدولة إلى ملء الفراغ في الجنوب بقوة نظامية تابعة للدولة. طيب سيد سنوسي لو سمحت، حضرتك تحدثت عن التعبئة الإعلامية والحديث عنها في أكثر من مرة، لكن البعض يرى أن الحديث عن إخراج المعارضة التشادية والفصائل المسلحة والميليشيات المتمردة عن دولها التي دخلت أو تحاول الدخول إلى الأراضي الليبية، وعملية الحديث عن شن عمليات ضدها يعتبرها البعض هو فقط للاستهلاك الإعلامي، ولذلك يقول أن كل ما يحدث هو عملية ربما إخراج هذه العائلات التي تستغل هذه الأماكن، وبالمقابل أنهم لا يستطيعون بشكل عملي إخراج هذه المعارضة التي أعتقد أنها زرعت منذ سنوات ووجدت لها موطأ قدم ومعسكرات. أعتقد حتى، هل تعتقد أن الأمر بهذه السهولة؟ أستاذ أصباح، هناك أمرين يجب الوقوف عندهما بشيء من التمعن والتفصيل. هي مسألة التشوه الأمني ووجود التشكيلات المسلحة في جنوب ليبيا والتحالف كل الأطراف التي اشتركت أو تورطت في القتال شرقا وغربا في ليبيا مع هذه التشكيلات المسلحة. التشكيلات المسلحة التابعة للمعارضة الأفريقية بشكل عام وليست الشادية بشكل خاص، كل الأطراف الليبية تورطت معها وكانت حليفة لها في مرحلة من مراحل الصراع. الآن يعني شيء يشكل شيء من الحرج أو عبء على التخلي عن هذه المعارضة. هذه المسألة الأولى. المسألة الأخرى، التغير الديمغرافي في جنوب ليبيا لا يمكن لأحد أن يتجاهل أو يقفز عنه. يعني التغير أصبح يرى بالعين المجردة، في إشكال حقيقي في ديمغرافي جنوب ليبيا، إشكال أيضا في قضية حتى الهوية، وهذه مسألة جدا هامة. ما لم تكون هناك هوية وطنية جامعة تجمع كل الليبيين لإنتاج إرادة وطنية، قد يتحسس قبيلة ما أو كيان مكون ما عفوا عن طبيعة هذه العمليات. المعروف في الإجراءات القانونية والقاعدة القانونية هي قاعدة عامة مجردة تخاطب الأشخاص بصفاتهم لا بذواتهم. كل من يقع عليه مخالفة قانونية، دخول غير مشروع للدولة الليبية أو حيازة للسلاح أو وجود يشكل خطر على الأمن القومي للدولة، يجب أن يتم التعامل معه بمقاربة أمنية. وجود بعض النازحين أو بعض المهاجرين والتعامل معهم بطريقة إنسانية، هذا الشيء مختلف تماما عن أن الأجنبي يحمل السلاح ويشكل تهديد على الأمن القومي للدولة. هنا يفرض على الدولة أن تتعامل مع حامل السلاح على أن هدف يجب التعامل معه والتخلص منه أو حتى تحييده يعني. طيب، بالعودة على أهداف هذه العملية أستاذ محمد، وفق محللين فإن أحد أهداف هذا التحرك يكمن في إرهاب أتباع سيف القذافي، إذ يحظى الأخير بثقل وتأييد كبير في الجنوب الليبي، وبأن الجيش لا يزال يمتلك القوة لفرض الأمن في البلد رغم فشله في السيطرة على مدن الغرب في حربه السابقة إبان حكومة الوفاق. هل توافق على ذلك؟ بواقعية أعتقد أن لو الأمر هو فقط لتحجيم وجود سيف على أهمية هذا الوجود، لا يمكن أن ننكر أن الوجود أو الدعم الشعبي في جنوب ليبيا لسيف الإسلام لا يمكن الاستهانة به، ولكن ليست بحاجة القوات التابعة للقيادة العامة أنها تدخل في معارك أو من هذا النوع. أنا لا أجد سبب كافي، يعني كان يمكن هذه القوات أن تتواجد في معسكرات في داخل المدينة أو في أطراف المدينة وتمنع أي تحرك، يعني مثل ما حدث في مسألة الترشح والانتخابات. أنا هذا لا أجد سبب كافي
لوجود مثل هذه القوات أو لتنفيذ هذه العملية بهذا الحجم. هي عملية أمنية وعملية عسكرية وفيها شق أيضا يتعلق بالمخابرات، فهي عملية يعني كبيرة، ولا أعتقدنا حتى من المفترض يعني بحسب الأهداف المعلنة وأنها ستستمر حتى نهاية أو تحقيق أهدافها. نعم. أنا لا أعتقد أنها ستنتهي في غضون أيام أو أسابيع. نعم. طيب ابقى معنا سيد السنوسي، يعود للواء عبد الله العكشي. سيادة اللواء، يعني مع الطبيعة الجغرافية الوعرة والمساحة الشاسعة والصحراء الممتدة مترامية الأطراف، كثير ليس استنقاصا من قدرة الجيش، لكن الكثير شكك في قدرة الجيش على إنهاء هذه العملية بشكل سريع. هل ممكن أن نقول هنالك ربما خطة باء إذ طالت هذه العملية؟ كيف يستطيع القوى الأمنية الآن في هذه المدن أن تضع خطة، أعتقد أن تكون هي خطة بعيدة المدى في حال إطالة هذه العمليات، خصوصا أن هنالك مناطق ربما تحرر بين فينا والأخرى من قبضة هؤلاء، وهذه تحتاج أعتقد استراتيجية أمنية غير المناطق التي حررت منذ أيام. تفضل. أخي الفاضل، كما قلت لك يعني قلت لك في السابق، بالنسبة لنا كوزارة الداخلية واضعين الخط ألف والخط ب. طبعا الخط ألف هذه مرافقة لقوات القوات المسلحة العربية الليبية والجهود التي تبذلها في تأمين الحدود الجنوبية. والخطة ب طبعا إذا طالت المدة وضعينها استراتيجيات معينة واحتياطات معينة، ولكن القوة ممتازة والحملة جيدة وسريعة، والجهود التي تبذل من قبل القوات المسلحة العربية الليبية بتأمين الحدود الجنوبية المتاخمة لدولتي تشاد والنيجر، باعتبار أن الوزارة أو وزارة الداخلية بكل عناصرها طبعا هي الطوق الثاني المساند لهذه القوات طبعا، وحرصا منا على دعم هذه الجهود بما يضمن تأمين واستقرار الجنوب. انطلقت وزارة الداخلية من يوم أمس لتأمين الخط الحدودي الجنوبي بإذن الله، وأي منطقة تحرر من قبل القوات المسلحة نستلمها نحن من القوات المسلحة من أجل ضبط الأمن والأمان في هذه المناطق. طيب سيادة اللواء، الآن أعتقد أن اليقظة الأمنية هي مطلوبة جدا وتعزيزها، والدعم ربما حتى من الشارع في مدن وقرى الجنوب الليبي. نحتاج إلى ربما استقبال الناس لهذه العملية الأمنية والعسكرية أيضا، وتعاونهم معكم وخططكم بخصوص ربما ساعات التجول. تلك المناطق تحتوي على مدارس، ربما مستقبلا سوف تبدأ الدراسة، هنالك مقار حكومية تحتاج إلى ربما موظفين. هل هنالك الحياة تمشي بشكل طبيعي أم هنالك ربما ربكة تحتاج إلى ترتيب بعض الوقت؟ لا، الحياة بالنسبة للمنطقة التي تم تحريرها اليوم زي منطقة النراند، الحياة فيها حياة عادية، والمدارس طبعا المكان اللي تمت مداهنته وتم اخلاءها واسترجاعها للدوله هو مكان يعتبر ما هوش داخل المنطقه في ضواحي المنطقه، وتم اخلاء هذا من المشاريع التقنيه القديمه التي قبل عام 2011، فاستغلوها هؤلاء الدخلاء وقاموا بالاقامه فيها، ومنها أصبحت وكر للإجرام وللعصابات الإجرامية إلى آخره. طيب لواء عبد الله ابقى معنا، سنعود إليك. سأذهب إلى سيد محمد السنوسي. سيد محمد، كما تحدثت منذ قليل، هذه العملية تزامنت مع زيارة نائب وزير الدفاع الروسي لبنغازي ولقائه حفتر وبعض القيادات العسكرية كذلك، وكذلك تزامنت مع ما حصل لشركة فاغنر الروسية. وول ستريت جورنال تربط في هذا السياق بين العملية والزيارات والمتغيرات العسكرية، وتقول إن ما يحصل هو محاولة نقل لقوات فاغنر إلى القرب من النيجر، خاصة وأن النيجر مقبلة ربما على عملية عسكرية من قبل إيكواس. ما رأيك؟ نعم أستاذ أسرار،
هذا جزء ما ذكرت سابقا، قضية الشفافية ومخاطبة الرأي العام بكل وضوح. للأسف زيارة نائب وزير الدفاع الروسي لم يعقبها حتى مؤتمر صحفي أو حتى بيان ما الذي حدث ما بين المسؤول الروسي والقيادة العامة. ما يحدث في جنوب الصحراء هو صراع نفوذ شرقي غربي بمعنى أدق، روسي فرنسي. عملية مقتل إدريس دبيل المدة الماضية كانت تتهم بها روسيا بشكل أو بآخر، ومعروف أن المنطقة تحت النفوذ الفرنسي، فمن الصعب تفكيك المشهد أو فهم. وفرنسا نفت انخراطها في هذه العملية في هذا السياق أستاذ محمد. حتى زيارة النائب الوزير الروسي إلى ليبيا في هذه الفترة لا يمكن فهمها إلا في إطار النقل تبعية أو ممارسة روسيا نفوذ مباشر على مجموعة فاغنر موجودة في ليبيا وتنفيذ سياسة الروسية في المنطقة. أحد مسائل فهم ما يحدث الآن ربما هو إما أن يكون تغير في ولاء محمد دبي أو نقل من المعسكر الغربي إلى المعسكر الروسي، وإما أن يكون هي محاولة لتغطية ما يمكن أن يحدث في إتشاب من تغيير النظام. أيضا معقد المشهد هو الزيارة التي سبقت العملية التي قام بها محمد إدريس دبي، هي أن نائب رئيس مجلس الرئاسي موسى الكوني ورافق فريق أمني قام بزيارة تشاد، وهذا ما فهم منه ضمنا أن ليبيا أعطت الضوء الأخضر لضرب أو تنفيذ غارات جوية داخل الحدود الليبية، وهذا ربما فجر إشكال ما بين القيادة العامة والحكومة في غرب ليبيا. وللأسف ككل مرة المجلس الرئاسي ولا حكومة الوحدة الوطنية بينت ما الذي حدث في زيارة موسى الكوني لإتشاب. نعم. طيب سيد السروسي، عملية التطهير كما وصفها اللواء المسماري لاقت ترحيب من قبل العديد في الجنوب الليبي الذي يعاني منذ سنوات من المجموعات الإرهابية ومن قضايا تهريب الوقود والاتجار بالبشر، والجميع يطالب بضرورة إجلاء هذه القوات الأجنبية المرتزقة والأجانب من المنطقة. برأيك هل العملية العسكرية التي أطلقت يوم الجمعة وأعلن عنها اللواء المسماري تخدم هذه الأهداف بشكل مباشر؟ وهل تتحول عملية تأمين الجنوب إلى عملية وطنية شاملة جامعة تنخرط فيها جميع القوى الأمنية وحتى الاجتماعية أيضا؟ أنا هذا ما رجوته من الأول، أن تكون العملية بالدرجة الأولى هي موجهة للداخل الليبي، تنظيم البيت الداخلي في جنوب ليبيا، إعادة ترتيب الأوراق الأمنية في جنوب ليبيا. الجنوب للأسف عانى فترة طويلة من التهميش، ليس ما بعد 2011 حتى ما قبل 2011. هذا ما نتج عنه تشوه في البنية الأمنية لجنوب ليبيا، وأصبح الشارع في جنوب ليبيا يتعطش لأي وجود أمني أو تحسن حتى نسبي أو طفيف في الحالة الأمنية. حالة تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية، حالة تجارة الوقود، حالة تهريب السلع الغذائية، حالة حتى فوضى التنقيب عن الذهب وتجارة الذهب الغير مفهومة، هل هي في الأراضي الليبية أم التجارة تتم في الأراضي الليبية أم أن المناجم واقعة ما بين الحدود. حالة الفوضى هذه أنتجت حالة من قبول الرأي العام لدخول أي قوة تبسط سيطرتها على المنطقة وتحسن في الحالة الأمنية، لأن بلغ الأمر في جنوب ليبيا إلى مسألة لا يمكن الاستمرار فيها، وشكلت خطورة حتى على مستوى الأمن القومي للدولة وليس على الجنوب فحسب. فهذا بطبيعة الحال المواطن الجنوبي يرحب بأي تدخل أمني يحسن في الحالة الأمنية، ولكن قضية هل هذه العملية قابلة للاستدامة أم أنها عبارة عن عملية جراحية وستنتهي وتعود القوات إلى معسكراتها ونشهد تطور سلبي في الحالة الأمنية، وهذا إشكال حقيقي. في 2019 دخلت قوات أيضا لمدينة مرزق، واعتقد الناس أنها ستبسط نفوذها أو ستبسط سيطرتها على المدينة، ولكن للأسف بعدها بأيام نتج عنها حالة من الاقتتال بحرب ما بين مكونين. نعم، وعملية انتقام أيضا حصلت يعني. هذه خشية ربما تحدث، أنا لا أعلم ما هي الاستراتيجية الموضوعة من القيادة العامة ووزارة الداخلية في التعامل مع
ما يحدث من إنجاز التعبير من هزات ارتدادية لهذه العملية. يعني من ما بعد الحرب تقصد ما بعد الحرب أو بعد أنهاء العمليات العسكرية ما الذي سيحصل يعني؟ كيف ستكون الخارطة الأمنية بعد إتمام هذه العملية؟ هل ستبقى القوات وتؤمن الجنوب وتستمر الحالة الجيدة من الحالة الأمنية أم أنها هي مرحلة وستنتهي وربما نشهد سوء في الحالة الأمنية أكثر من ننقل هذا السؤال للواء عبد الله العكشي. لواء عبد الله هل أنت في الاستماع؟ نعم. طيب كنا نتساءل هل هذه العملية ستستمر، وكذلك تساءلنا هل أن هذه العملية يمكن أن تتحول إلى عملية وطنية شاملة ينخرط فيها حتى المجتمع كامل، القوى الأمنية وحتى الاجتماعية كذلك؟ أختي الفاضلة، طبعا أنا في البداية حكيت لك قلت لك أن الحملة هي مستمرة ولن تنقطع إلى حين إتمام تأمين كل حد من الحدود الليبية الجنوبية مع دول الجوار. طيب لواء عبد الله، لواء عبد الله، البعض يتوجس من إمكانية تحول المنطقة الجنوبية إلى قاعدة خلفية للعمليات العسكرية لعناصر المعارضة لأنظمة الحكم في الدول المجاورة على غرار المعارضة التشادية. هل برأيك يصبح الجنوب الليبي بؤرة المعارضة الأفريقية وساحة ربما لتصفية الحسابات الدولية؟ لا 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 أظن ذلك يا أختي الفاضلة. طيب قلت لك الحملة مستمرة وإحنا كرجال أمن متواجدين في عين المكان وعلى أرض الواقع، والمنطقة مؤمنة من قبلنا ومن قبل رجال القوات المسلحة بشكل جيد جدا. نعم. والحملة لا زالت في طريقها إلى أقصى الجنوب ومستبشرين خير إن شاء الله من الرأي العام اللي هو الطوق الثالث لنا وإن شاء الله خير يا رب. طيب سيادة اللواء، في سؤال سأل ضيفنا السيد محمد السنوسي وهو سؤال جدير بأن أنقل لك بكل وضوح، سأل كيف ستكون الخارطة الأمنية بعد انتهاء العمليات العسكرية والخطة، يعني يحتاج إلى فهم هل هنالك استراتيجية فعلا؟ لأن لو تحدثنا عن مرات سابقة حتى وان حدثت عمليات أمنية وعسكرية في مناطق عدة كانت هنالك مسارعة على الانسحاب أو حتى فتور في عملية تطبيق القانون في تلك المناطق، ونتج عنها ربما تصفية حسابات وعمليات انتقام وفوضى عمت تلك المناطق. نحتاج إلى فهم هذه الخارطة الآن بعد انتهاء العمليات العسكرية إن شاء الله. أخي فاضل، حكيت سابقا قلت لك أن احنا اليوم اجتمعنا بمدينة سلها ووضعنا الخطة الأمنية ألف والخطة الأمنية باء. طبعا الخطة الأمنية ألف الخطة العاجلة هذه انطلقنا فيها مباشرة، والخطة الأمنية باء هذه طويلة الأجل يعني مع استمرار القوات المسلحة في التحرير احنا متواجدين وإلى حين استكمال العملية بالكامل، حتى ولو استكملت العملية وتم تطهير الجنوب والسيطرة على كل الحدود سنكون احنا متواجدين في جميع المناطق الجنوبية بالنسبة للقوات الداخلية. نعم لواء عبد الله، سأعود إلى السيد محمد السنوسي، وكنت أشرت منذ قليل على الدور الفرنسي، ولا يخفى على أحد أن فرنسا تعول على جنوب ليبيا في استرجاع نفوذها المسلوب في دول الساحل والصحراء. ما علاقتها اليوم بالعملية العسكرية التي أطلقتها قوات حفتر قرب حدود تشاد، ولماذا سارعت لتنفي مشاركتها في العمليات؟ بالنسبة للنفي الفرنسي عهدناه على السياسة الفرنسية أنها تنفي، وفرنسا في أفريقيا بالذات في جنوب الصحراء تدير المنطقة بمقاربة مخابراتية أكثر ما هي مقاربة سياسية في أروقة الدبلوماسية ووزارة الخارجية. نعم. علاقة فرنسا يتوقف على ما سيحدث في المنطقة خلال الفترة القادمة، هل سيستمر الانقلاب العسكري في النيجر أم أن يمكن الوصول إلى مقاربة سياسية أو تدخل عسكري رغم رفض بعض الدول المحيطة بليبيا والمحيطة بالنيجر للتدخل العسكري. لما سيترتب عن هذا التدخل حالة في السيولة الأمنية تجعل المنطقة أكثر سوءا، أيضا قضية وجود المكون في نيجيريا وهو ما رفض البرلمان النيجيري التدخل رغم
هيئة الأركان النيجيرية رحبت بالتدخل وأعربت عن إمكانيتها وقدرتها على التدخل، ولكن البرلمان رفض نتيجة للمكون الهوسة اللي يمثل الغالبية في نيجيريا وهو مكون مشترك مع النيجر. فحالة التضامن ما بين الشعبين في نيجر ونيجيريا خلقت حالة من الرفض الشعبي. طيب. أيضا الجزائر أعلنت أنها غير مرحبة بعملية عسكرية لأنها قد تسبب سيولة وتسبب فراغ أمني تستغل على ذكر على ذكر الترحيب الخارجي، لكن دعني الآن أسألك باختصار لو سمحت لي، لماذا تجاهل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية العمليات الأمنية التي تقودها القيادة العامة ولم يصدر عنها أي رد فعل رسمي بعجالة لو سمحت؟ للأسف هذا دأب المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بكل الأحداث التي تحدث في الدولة والأحداث التي تنتج حتى زلازل أحيانا في الدولة، ولكن للأسف لا نسمع لهم ركزة كما يقال. يعني ربما سفر موسى الكوني والوفد الأمني لتشاد كما سبق وأني ذكرت ربما أحرجهم في أن رئيس المجلس العسكري تشادي أعرب بشكل أو بآخر وإن كان ضمني أن ليبيا لا تمانع في ضرب أو تنفيذ غارات داخلية. نعم. السيد محمد السنوسي البحث الأول بالمركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، وأيضا الشكر للواء عبد الله العكشي الناطق باسم الغرفة الأمنية الجنوبية. تزايد الضغوط على دبيبة وكلمة السر حكومة جديدة والأراضي الليبية تحت ضغط متمردي تشاد وانقلابي النيجر، فلنتابع. تقرؤون في العدد 405 من صحيفة الوسط في صدر الصفحة الأولى: على خلفية المستجدات الأمنية والسياسية والاقتصادية في المشهد الليبي، تقريرا بعنوان تزايد الضغوط على دبيبة وكلمة السر حكومة جديدة. وتقرؤون أيضا للمرة الأولى: باتيلي يقر بضرورة الحكومة الموحدة، ودبيبة يعلق إعادة الأمانة للشعب عبر إنجاز الانتخابات. الأراضي الليبية تحت ضغط متمردي تشاد وانقلابيي النيجر. وفي الشأن المحلي تطالعون في صدر الصفحة: خطاب أممي يطلب ردا ليبيا حكوميا على تورط عناصر من القيادة العامة بعد مطالب مقررين بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، جاء بعنوان: هل تجري محاسبة المتورطين في الإخلاء القسري وهدم المواقع الأثرية؟ النهر الصناعي يواجه تحديات أمنية ومالية غير مسبوقة. وفي أخبار العالم تقرؤون في صدر الصفحة الخامسة: وفي تعقيد جديد على المسار الدبلوماسي، إكواس: الفترة الانتقالية التي تستغرق 3 سنوات غير مقبولة. وتطالعون في صدر الصفحة السابعة: الجوع يلتهم 500 طفل سوداني، معركة المدرعات تدشن الكر والفر في حرب السودان، والخارجية الأمريكية: سنحاسب كل من ينتهك وقف إطلاق النار. وقبل العام الدراسي الجديد: القدس تعليم تحت مظلة التهويد والتهديد. إلى الشأن الاقتصادي: المركزي ينهي سنوات الانقسام والجميع يترقب شفافية الإنفاق الحكومي. ومحللون يحذرون من انتكاس عملية التوحيد، أمراء الحرب يواصلون استنزاف ثروات ليبيا. إلى ركن رأي وتجدون فيه: ما خير في أم الخير، شريح القنفذ تحليل شخصية الطاغية. أما في الوسط الثقافي نطالع في الصفحة 12: التاريخ واللحظة والمستقبل في لوحات معتوق براوي. ومن الثقافة إلى صفحة الفن ونقرأ فيها: عروض سينمائية ومسرحية في مهرجان صيف مصراتة 2023. ونختم كالعادة مع جولة الرياضة ونطالع في الصفحة 14: طرابلس تحتضن البطولة العربية للشباب في موي تاي. أما الصفحة 15 فتتصدرها نتائج مطمئنة لممثلي الكونفدرالية ومخاوف في دور الأبطال، الأهلي طرابلس مطالب بثلاثية في القاهرة لتصحيح أوضاع الخسارة أمام نواذيبو الموريتاني. قراءة ممتعة للجميع. دخل دونالد ترامب مجددا التاريخ، وهذه المرة بصورة ولكنها ليست صورة عادية وإنما صورة جنائية تم التقاطها له بعد أن قام بتسليم نفسه لسجن فولتون بولاية جورجيا. التفاصيل في سياق التقرير.
على خلفية الاتهامات التي يواجهها مع 18 آخرين فيما يتعلق بمساعي قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في الولاية عام 2020، سلم دونالد ترامب نفسه إلى الشرطة والتقطت هذه الصورة له في سجن مقاطعة فولتون في ولاية جورجيا لدى توقيفه لفترة وجيزة مساء الخميس. الصورة لاقت رواجاً واسعاً بوصفها أول صورة جنائية لرئيس أمريكي سابق، وستنضم إلى مجموعة مماثلة تاريخية لصور مشاهير بعد أن يرحل ترامب. وأصبح ترامب أول رئيس أمريكي على الإطلاق تلتقط له صورة جنائية، على الرغم من أن لائحة الاتهام في تلك القضية هي الرابعة له هذا العام. وفي الصورة يواجه ترامب الكاميرا أمام خلفية رمادية خفيفة، وتلتقي عيناه بالعدسة في وهج شديد، ويرتدي الرئيس السابق بدلة زرقاء وقميصا أبيض وربطة عنق حمراء وكتفيه مربعتان ورأس مائل قليلا نحو الكاميرا. ونشر ترامب نفسه صورته الجنائية فجر الجمعة على منصة إكس، وهو ليس محرجا من هذه اللقطة، بل يقدمها كعادته على أنها دليل آخر على مظلوميته، ويستفيد منها إلى أقصى حد إعلاميا. وكتب فوق الصورة: صورة جنائية في 14 أغسطس 2023، وألحقها بعبارتي: تدخل في الانتخابات ولا استسلام. وقبل ختام جولتنا مشاهدينا في وسط الخبر، نذكركم بالعناوين: وحدات تابعة للقيادة العامة تطلق عملية عسكرية وتصادر عناصر في المعارضة التشادية في النطاق الحدودي الجنوبي. عملية تأمين الجنوب هل ستتحول إلى عملية وطنية شاملة؟ ولماذا سارعت فرنسا لنفي مشاركتها في العمليات؟ وقبل الختام مشاهدينا، وفي الختام زوروا موقعنا الوسط.الو، إلى اللقاء. في أمان الله.